جاهز يا فادي؟ جاهز. حاضر للطحش؟ حاضر للطحش. حط الكمامة وها حمول عتادك نظف الحمام. فيكم بحلقة جديدة من كوميكاز. في مثل فينا بيقول اللي بيموت الناس من الضحك بينحكم براءة، ومشان هيك اليوم منوعدكم انه رح ننحكم براءة لانه رح نموتكم من الضحك. خليني استدعى على السريع الكوميكاز فادي شربل. يلا ها فادي يلا ها شو هيدا؟ بونسوار رين، بونسوار رين، بونسوار يا جماعة، بونسوار بونسوار بونسوار. شو هذا جايب معك طبلية؟ طبعا طبلية. مثل ما شايفين اليوم أنا جايب معي طبلية لأنه كل الكوميكازية اللي معنا اليوم هن منقيينهم على الطبلية. مظبوط؟ على الطبلية. على الطبلية على الطبلية. وأنت كمان على الطبلية. الحمد لله، أنا واقف على الطبلية. إيه ما هيدا على الطبلية، واقف على الطبلية. فادي اليوم الجمهور موعود بمنافسة غير شكل. صح. خبرنا كيف تشكيلة الفرق الليلة. فريقنا يلي نقينا له اسم زلزال الكوميديا مكون من نجمة الكوميديا أنطوانات عقيل. وطبيب الكوميديا أهلا طلع لنا بوصف طبيب الكوميديا ريمون صليمة. اهلا ريمون. اهلا 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 ريمون. اهلا ريمون. تعرفها اول مره بشوفها من فوق. ايه مسقعه حس حالي هيك كلها راسها. ايه لك جمينه. ايوه بروح. ايه روح روح على بعض روح اذا بدك. وثالث كوميكاز حضره جنابي فادي شربي. مع الطبليه ام بلا الطبليه؟ مع الطبليه مع الطبليه. وفريق السين سين يلي اختار اسم بومبا مكون من الكوميكازيين جابي حويك وشادي مارون. اهلا اهلا. وطبعا الحلوه المهضومه ندى طرباي. شادي ما بده طبليه. هلا اوعى تطلعي. مش عايز طبليه. مساء. هاي هلو 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 تفضلي اهلا وسهلا. تفضلي. واكيد ختام حلقتنا الليله بفقره كوميستار رح تكون مع الضيف النجم المميز امير يزبك. بس قبل مطول هون فادي. انا صدقوني الشعور اللي بيوقف على الطبليه بحس حاله هيك غير شيء غير شيء مثل العصفور وطاير. اسم الله عليكي. شو رايك كثير لمطرحك؟ قال سؤالي يلا انا راح اطير. يلا انا يا طير يلا صبايا هات لشوف. بما انه كلكم قعدتوا محلاتكم بدي اطلب منكم رح بلش معك ندى انك تختاري شخص ليكون فريق مساند معك. انا رح اختار بنت. اوكي ستيفاني. ستيفاني. انطوانيت. انا رح اختار مونيك. بنت كمان يلا. جابي. زوزو. زوزو. ريمو. انا رح اختار دانيال. دانيال. انا شادي. رح اختار حدا من حبس رومي جوي. جوي. فادي. فادي كثير شو قالكم. فادي عندك الطبليه. لا لا انا والله طلع بحس هيك طلع بحس رين رين رين. والطبليه. بناخذ شاربين بلا بلا شاربين يلا يلا. زقفه اكيد للفريقين المساندين وبدي ادعيهم انهم يتفضلوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم. بمجرد وصولكم لهون حطينا برصيد كل فريق 3000 دولار. بنبدا مسابقه الضحك هالمره مع اول كومي ستاند مع الكوميكاز ريمو صليبا. بونسوار واهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريمون صليبا. شو؟ اسمي ريمون صليبا. والله كل عمرك قاعد فكرك جري سيد عدي. والله شو معقول اسمي ريمون صليبا؟ لا 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 لا
ما انا كل عمري عيط لك يوسف. اه طيب. انا ما حدا عن جد، انا ما حدا بعيط لي ريمون صليبه، ما بعرف ليش، صار لي كذا سنه بمثل وانا اسمي ريمون، ما حدا بعيط لي ريمون، كلهم بعيطوا لي فتحه للشرقوطه. شلونكم لك لبنانيه؟ شي بعيط لي تاتو تاتو يا ربي دخلك نجر جيبهم. شي بيقول لي بوسيبا يلعن باي بايك يا سيبو يا خيني عوني يا سيبو. في منهم بيقولوا لي ايه مش انت تبع وليد جملاط؟ هلا انا تبع وليد جملاط. هلا اني هو مش غلط وطويل يعني، هلا اني اكثر واحد فيهم عم بيشتغل فيهم. انا شو باخذ عز عن جد على اشاره السير. انا من الهبل القليل بلبنان اللي بوقفوا على الاشاره الحمراء، بوصل على الاشاره الحمراء دغري بوقف، دغري على كعبه من ورا، مشي يا حيوان. هلا كتر خيره هو بقول حيوان وانا بنقي، بس الهضمني وين؟ بس امسك السير هيك شوي ويصير الشباك على الشباك، ييه ريمون صليبه وليه مش معقول شو مهضوم انت وليه؟ لكيف مهضوم؟ لكيف مهضوم؟ لا مش معقول بعدك عم بتقلي حيوان، قال لي ايه حيوان بس مهضوم. هاربين عنا بلبنان عن جد، والطرقات عنا بلبنان مش مقبولة. هديك اليوم زلت بجورة عن جد، ثلاثة نوم، صالون، أوضة سفرة، مطبخ، حمامين، جوار اللي حدنا عاملين باربيكيو مشاوي كبار وهيك. أرجيلي قرب، راحت السيارة على الكراج طبيعي، بدي أرجع على البيت بالسيرفيس، بوقف لي هونيك سيرفيس عن جد. أكيد أكيد ضربوا الطيران الإسرائيلي يعني، من أيام بعزق بفتيل يعني، وفي سبعة قاعدين قدام وش ثمانية ورا. بيوصل لحد هيك بيقول لي وين واصل؟ انه وين معقول يكون واصل يا خيي معك فريق فوتبول يعني؟ ما تعتل هم الشاب نازل قدام. قلت له خيي لو نزل فريق الفوتبول بقي معك الاحتياط. هلا اني راحت التاكسي، اجي التاكسي تاني، تاكسي لونها زهر. هيدي التاكسي اسمها بنات تاكسي، ما بتطلع الشباب. ليش طلعتني ما بعرف، هلا وحيت لها ما وحيت لها شو هذا؟ انه ما كنت لابس شورت ابدا. بركي عرفت انك تبع وليد جملاط. يمكن فوت واشتغل بس تك 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 تك. اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك. هلا طلعنا بالتاكسي عن جد، بس يا ريت ما طلعت يعني. اللي عم بتسوق عضل اكيد، بتشيل حديد انا بشيل الومنيوم، ترابيز من ورا، ثلاث اربع ازرار مفتحين من هون وشعر طالع لبرا هيك، وبين الجمله والثانيه وحيات شواربه. هذا يا حبيبي هذول مش شعرات صدره. جابت صنوبر انا ما بعرف شو النتيجه. حملت حالي ونزلت انا يا صبي، ما دخيلك نازليني هون مش ظابط انا وياكي. قمنا رجعنا جبنا السياره من الكراج وراجع على البيت طبيعي، بدي ارجع اوصل على اشاره حمراء وبدي وقف. سأبت في مدام واقفه قدامي من هدول النسوان يعني اللي بيوصلوا شفاتيرهم بعد نص ساعه بيوصلوا هن. وعم تعمل ميك اب هيك على الاشاره، ضوى اورانج بقيت واقفه، ضوى اخضر بقيت واقفه، ضوى احمر بقيت واقفه. قرب الدركه وقال لها مدام هول كل الالوان اللي عندنا، يعني بدك تعملي شوبينج غير مطرح؟ ما بعرف. مهضومين النسوان على فكره بالسواقه، بيعطوا اشاره على اليمين وبروحوا على الشمال. هذيك اليوم فت بمرة من ورا عطى إشارة على اليمين، أنت مش على اليمين بوب ضربت في. يا عمي كيف منك عطى إشارة على اليمين وأنا رحت على الشمال؟ قالت لي إيه ما أنا أعطيت إشارة على اليمين، تروح أنت على اليمين تروح أنا على الشمال. كيف عاد؟ مرتي وحدة منهم يعني، مرتي من النسوان كمان اللي بيسوقوا يعني، بتعطي إشارة مرتي على اليمين بس بتروح دغري تنبسط فيها، بتعمل لها تيك تيك تيك، ترقص عليها تيشي. لأخبركم عن مرتي، مرتي يعني أنا قصير شوي بس مثقبة، مرتي طويلة كتير يعني، يعني بتجيرها شي طابقين. ايه عن جد مثقبة أنا صوصول هي فوق هيك. أنا وقت تجوزت طلعت معي شو اسمه سيبي،
اطلع بوسة وانزل اطلع منيحة ما بعرف شو كنت انزل اعمل يعني بس اطلع مش فايق هلا مرتي كانت كتير حلوة عن جد يعني جمال ليوسف كانت مرتي ما بعرف مين شبه لكم اياها مثل هيفا وهبي حلو عن جد مثل هيفا وهبي حلو بتشبه هيفا وهبي بعد ما تجوزنا بجمعتين ثلاثة فلت هيفا وبقي وهبي يلا يعطيكم العافية ايوه شو حبيتك؟ لا شو ما بتصدق ريمون شو ما سموك انا بحبك خليني خبرية انا وهون صليبة بين الستات عم بتجوهر جوهرته ايوه قولوا لكل البنات لكن لا تقولوا لمرته ايوه خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لبمبا خلينا نشوف سوا مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسع مرات وبقي برصيدهم 2100 دولار ومرة جديدة زقفة كتير كبيرة لريمو هلأ صار دور الفريق الثاني حتى يموتنا من الضحك منستقبل بزقفة كتير كبيرة الكوميكاز شادي مارون لبنان الأخضر لبنان الأخضر بطل في شي منه أخضر بلا بعد في شوية أخضر بس مع الأخضر في صار أزرق وأصفر وزيتي وأورانج مش بس البيئة الطبيعية ملوث بلبنان البيئة السياسية البيئة الاقتصادية البيئة الفنية أقولكم لو كبار هالفنانين بدو يغنوا على البيئة بلبنان شو ممكن يغنوا عم تتخيلوا مثلا الكبير وديع الصافي عم بيغني للبيئة جبل جبلنا تراب وبزبالة جبل كل مراد والأوبئة جبلنا ولما بصيدا شلق جبلنا صرخ جبل كارنتينا يا أغلى الأحباب أو مثلا أمر النجوم وائل كفوري لو بدي غني على البيئة شو ممكن يغني وائل كفوري عوني اكياس منتلاقى فيهن نحنا بيعز العجقة اكياس منتلاقى فيهن طير من الشباك فجأة اكياس منرميهن عدروب موز وفول وبزر حبوب مين بيعرف يا حبوبي يمكن تفرق فجأة الموسيقار الكبير ملحم بركات قاعد بزوق مكيل وكل يوم بيطلع على البلكون بيطلع له دواخين الزوق مقابله فغنى لهم وقال لهم على بابي واقف دخنين وصلوا للسماء دخنتهم وصلت للسين وعميت نعمة على بابي على بابي واقف دخنين واو 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 هو بابا أو قيصر الغناء العربي قاسم الساهر لو بده يغني على البيئة بلبنان شو ممكن يغني بداية أريد أوجه تحية لأزعر لبنان فادي شربل سكف له زحمة كبيرة وصاحبت النكت أباف 18 أنطوانات عقيقي حياك الله أريد أوجه تحية لمقدمة برنامج كوميكاز ران سبتي انت ران سبتي وأحدي والتنيني وثلاثي وأربعتي وخميسي وجمعتي حياتي لا التنين تنين تسعة ونص إيش نغني على البيئة في لبنان نقول
شو عملتو بلبنان الأخضر غيرتو للونا صار وجهو أسود ومش أحضر من دخنة كميونا جبالا صارت قصارات وجو الغبرة خانك جبالا صارت كسارات وغابات حرايق لازم نوضع كمامات من الدخن المجنونة كل بيئة وانتو بخير بنهاية فقرة كوميستانت خلينا نشوف شو بقي برصيد الفريق المساند لفريق زلزال. 2 3 4 5 6 7 7 و2300 دولار. رح نعطيكم بريك كتير قصير ورجعين للكوميكاز. الليلة اللي ما منضحك فيها ومنقضيها عبسين ومبوزين تعتبر ليلة خسرناها من حياتنا. بسهرتنا الليلة رح نعوض لكم كذا ليلة خسرانينا. المشهد اللي رح تشوفوه بين فاديا وأنتوني قصدي بين فادي وأنطوانات لأنه الليلة في سوء تفاهم كبير وخاصة أنه فادي عم يلعب دور المرأة وأنطوانات دور الرجال. بسرعة خلينا نستمتع بأول مشهد من فقرة كومي سكتش. يقطع عمر على المصلحة أصاب المص وأصاب المص وأصاب المص ب$20 أصاب المص الله يلعن على المصلحة الله يذكر هذيك الأيام بذكر بالزمانات لأن تصلى بالليل كنا نحط أصاب المص ونبلش نمصمص 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 كنا ننبسط تنحل درسنا ما كان في عنا غير قصب المص والسكر نبات بس قصب المص طيب هاكم كن طيب مثل هالايام لكن هالايام كلهم على الشوكولا والبونبون يقطع الشوكولا ويقطع البونبون المص $27 المص $27 المص $27 عم وانو هذا صار له ساعتين عم بعثت بده يجي ياخذ البضاعه وانو هذا المعبور بعد ما وصل عم بقلبه عم شو سائل خليه ياخذ البضاعه بده يسكر انا كمان بده انت كل نهار العم ما اساله يا حبي ما اعرف بعرف الرجال لازم يكون عنده خبره بس ايش بعمل لك ظروف هلا انا يعني مش بالمره بالمره بس ناقصني شويه براطيك انه هيدي الشلخه رح تعمل لي براطيك وقلت لها انه جمعت الجاي عرسي دخيلك شفيقه بديش بكره بشهر العسل اوقف قدام العروس مثل الهي ما عش خبر ايش بدي اعمل وليك خطه الحب الزرقاء خط العلبه كلها وقفوا شعرات راسي وليك مستعد وبس حاسس حالي انه اذا فوت بالحيط بطلع من تاني معي قديش قلت لي بدها تاخد مني $20 العملاي بشعة وجه ايش بدي بوجه انا ايه طيب ليك انا وصلت لا 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 فضيت بالطريقة بس لازم تكون هون شي مطرح مص $27 لا مش $27 قرب ابو العالي قرب العالي مص $27 المص $27 العمى مع اساس بيت سري شحني عم بدلل وعضعتهم اشكره العوافي الله لا يعطيك العافية يا حبيبي صدى ساعتين نطلتك انا بدي سكر خلصنا انا؟ إيه أنت شوفي عاد غيرك؟
انت شلخه. انا شلخه. خلصنا لحبيب العمى. شو بدنا نفكر؟ شو بدنا نعمل يعني يا حبيبي؟ بدك تاخذ على... نحن حبيبي لك، نحن بنعملكم شو ما بكون، بنعملكم سعر، بنبسطكم واللي بكون اياه، وانتم بتتاخروا لك شو؟ ما في ضمير، ما في احساس، لك ما في شرف. على القليله طلع عنده اخلاق. اكيد حبيبي لا طلع فيي لشو. انا هيك هاي. هاي. وانا هيك. انت صارت زمان هيك؟ لا بس اليوم. اليوم هيك. ايه يلا حبيبي، جبت الغرض معك؟ جبت الغرض. بس سؤال. انت بعدك فايقه للقش بيستعملوه؟ يا خلص شو وقتك بعد بالمره شو للقش؟ لا حبيبي، هيدا بيستعملوه بثلاث طرق وبس، لا رابعة لهم. أول طريقة بيستعملوه ليحلوا تمهم، بيحلوا تمهم فيه. ثاني شيء بيستعملوه مص، بمصوا مص. ثالث شيء والأهم، في ناس بيحبوا يعصروه عصر. يا روحي يا روحي، أشبك نتصلى بالبراطيك. ايه يلا هات اعطينا $20 فسرنا خلصنا. تكرم عينيك. $20 وحبة مسك. يلا خلصنا. يلا شيل شيل. قلت لي شيل. ايش بدي شيل؟ شيل بضاعتك. شو هالشيء؟ شيل البضاعة خلصنا. بس البضاعة عندك احسن من النت، فايقت عطيقة. يا حبيبي انت جيت مأخر علي. لو جيت بزمانات انا كل بضاعتي طازه صدقني. هلا انت دوي بالك. هلا انت اول مصه بتمصها بتشوف طعمه عسل صدقني. طازه 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 صدقني. يحرق حريشك، يحرق حريشك قد ما عم تحكي عم ترغبيني فيهم. يلا حبيبي يلا. على لسانك دخل. لك انا هذا لسان اللي بجيب لي الناس، انا لسان اللي بجيب لي كل هالزبونات. شو لك يا حبيبي؟ بعد شو جاي انت تناسبني عم تسيرنا؟ خلصنا لك يا عمي. العمى فتيلتك شو طويله؟ فتيلتي طويله؟ العمى كيف عرفت؟ مبين مبين حبيبي. مبين. مبين فتيلتك. من عندي مش مبين شيء. مش حتشوف شيء انت، ما حتشوف شيء. يلا حبيبي خلصنا. العمى عندنا مليون شغله يا عمي، عندنا مليون زبون نطرنا، خلصنا. انت عندك مليون زبون؟ انا باتون؟ انا باتون؟ روح اسال عني انا باتون؟ يعني اذا انت باتون انا لازم اكون قديس. روح لا انا باتون، روح اسال كل الشباب الحي كلهم بيجوا بمصوا عندي انا. كل المنطقه بتمصت عندي انا. الله يرحم بيك كان يمص عندي هون اكيد. وروح شوف جدك كان يمصلش عندي. لك انا لك معركه المص الكبرى صارت عندي انا. شو عم تحكي؟ كبار صغار اطفال رضع ناس ختياريه شباب كبار صغار كلهم بيجوا بمصهم صار عندي انا. وصغار والكل. كيف لك هلا قبل ما تيجي كان عندي اوتوكاران عم يمصهم صار عندي انا. يعلموا هالشيء بالمدارس بس مش عارف انه كمان بيعملوا لهم براطيك. يا حبيبي قد ما انبسطوا اليوم من المصر، بتعرف شو غنوا لي؟ شو؟ وقفوا هيك التلاميذ قبل ما يفلوا طلعوا والدمعه في عينيهم. طلعوا في هيك قالوا لي شوفوا بوف شوفوا بوف جينا رحله وبدنا نمف. ايه يلا $20 خلصنا ما فينا. ليك زمان بالمصلحه. اوف. ولك قلت كلخت اسناني بهالمصلحه صارت عنيري. بس صدقني تعال خبرك اطيب شيء عنيري. قبل كنا نعد عض هلا بميله تطميلوت هاك بس اطيب 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 كثير اطيب اطيب. عسل عسل. قلتي لي $20. $20 عمول معروف. تكرم عينك رح اعطيكي $20. $20. انا تاريخ تاريخ ها. اجى لعندي فخر الدين مصر عندي ها. فخر الدين عزيته؟ ايه اجى معركة شو اسمه المصر الكبرى صارت هون، فخر الدين من هون ولي عكا من هون، ضلي مصر مصر اخر مصر
عبروا بعضهم على اخر مسرح. فين على عزيز؟ هاي 40,000 مش ضعانون فيكي. ايه كمان عم تعطيني تبس؟ يلا شريف يا بلاش يا بلاش اشيل 20 دولار يا بلاش. ليك حبيبي ليك انا صحيح اعطيتني هالمصاري بس انا ما كان قصدي سلحك يعني نحن ما جينا نسلحك. لا يا حبيبتي لا انا بشلح لوحدي. رح طول بالك بس بعدين من هونيك وبالرايح بدك تحط ايدك معي. اكيد على هالهبل هذا راح احط ايدي واجري معك انا. هاتك ما خبر بشيء انت ماشي الحال. ليك ايه شو رايك جيب لك شريط حديد انا ولف لك هن شوي مشان ما ينطوا من بين دايتك. كيف؟ ولك ما هلا انت بعدك ما معلم ليبراتيك هلا تحملته انت رح تحملون هاي تعبطوا بلكي ينطوا من بين دايتك. ما انا عن ايش عم تحكي؟ عن ايش؟ ما انت شو من ايش؟ ما بتعرف تقرا حبيبي انت عنا قصب الماء. وين راحت القصب؟ مص ب 20 دولار؟ جاي تمص مص ب 20 يا بلد يا عيب تشم عليك. على المص؟ وانا اقول هالكلام النازل. جاي تمص مص عندي هون؟ انا جاي تمص مص عندي هون؟ انا ايام المعركة المص الكبرى رحت اتخبيت. انا بدي انا ها وبدك تمص مص زيهم انا؟ الله الله روح 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 المصريات هيا مصريات المصريات روح اقبر عيونك هالمصريات هدى ال 40,000 راح تمطمطنا فين هدى روح تعال هون تعال هون تعال هون تعال خذهم تعال هون تعال هون ياك حبيبي بما انه هلا الدنيا اخدوش ومعتمه وفش زبونات رح يجونا الليله وانا صار لي زمان هالأمر ما بين شو رأيك بعد 40,000 تشوف هالجسد الطاهر ليك بيني وبينك هلا صار في شوية تضاريس تأخرت لجيت علي انت شو بدي أعمل لك بس أنا بعطيك جي بي أس تتفوت شمال ويمين حتى تلاقي الكنز المدفون بس ليك ما لك خبرك انت نازل نزول اول مفرق على اليمين تحت فيه لا هذا في ناس هونيك صار لهم شي 6-7 أشهر يعني تنزل دغري بيطلع قدامك مهوار في يافطه مكتوب انت بحرش فبدي اعطيك تبع الكازون مشان تنزل تحس شوي تقدر توصل على الكنز المدفون اوكي اوكي شو بتقول؟ في الغيم يعني اذا ليك يمكن بقي شوي من ايام الحرب في مخلفات حرب كثير جوا انتبه على الاشياء اللي بدك تحطها ممكن تفقع بين دقيقه انت بتدلي يلا روح يلا تفضل اتفقنا ما ب 27 دولار ما ب 27 دولار خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لبومبا 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 مرة 14 مرة وبقي برصيدهم 700 دولار وهلا صار دور فريق بومبا يقدم لنا الكوميسكاتش تبعهم ومثل ما عرفت انه المطربه احلام مبيضتها على مسرح عرب ايدل تيكونوا حضروا حالهم منروح على بريك قصير وبنرجع منتابع سوا كوميكاز أهلا فيكم بحلقة جديدة من أرب عفواً طرب آيدول نسخة كوميكاز شادي أحلام ألين نانسي جابي الشافعي وندى مشتركة خلونا نشوف سوا
بقول ايه يا نانسي؟ بقول ايه نانسي؟ ازيك وزي الجمال؟ كيفك حسن؟ ما شاء الله عليكي. ايه الازرق ده على زندك هنا؟ ما انا عم روح على البيت مزرقه، من هون احلام ومن هون راغب. يعني على كده ده انت مش عايزه خرزه زرقاء. الله عليكي. دخلك يا راغب واحلام وين تاخروا؟ والله ما اعرفش هم فين جماعه. يلا يلا اني جيت اني جيت. ما في احترام للفنان. يا احلام دي جراندايزر مش احلام. يعني اجي الكرسي هنا في اللجنه. لا والله ما تنطرون حد. لا لا ما في احترام الفنان. تفضلي تفضلي يا ست احلام. يلا يلا كم باقي مشتركين؟ باقي حوالي 300 مليون مشترك. اسم الله الشعب العربي كله رح يشارك معنا. هو راغب فين يا احلام؟ والله راغب كان راغب يكون معانا. ايوه كنت بتناقش انا وياه برا، زعقت في صوت وديته غرفه الانعاش. الله. يعني 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 ايه هو حيرجع يعني؟ انعاش يرجع معانا ان شاء الله. شيخ الغفر. ايوه نادي على المشترك الاول. المشترك الاول يتفضل. ان شاء الله. شو اسمك؟ عمرك؟ طولك؟ اختك؟ صفتك؟ نعتك؟ اللي جابك؟ اسمي ندى، أنا من لبنان وعمري 22 سنة. حبيبتي عمرك 22 سنة؟ أكبر مني بسنة واحدة. وأحلام ده أنت عندك 21 سنة بس؟ مش باين علي؟ باين عليك 18 سنة يا أختي. لا مش 18 سنة، أنا ما أحب أكبر عمري مثل باقي النساء. باين باين. ده انت حتغني ايه يا ندى من لبنان؟ بقدر غني شي لماجد الرومي. الله ده حلو اختيارك حلو. ممتاز لماجد الرومي. هو مجرد اختيارك للفنانة الكبيرة ماجد الرومي هو ينمي عن احساس وفن وطرب و... ايه في ايه في ايه ده انت احلام ده انت كوابيس. يلا حبيبتي يلا تغني ايش؟ لماجد الرومي. يلا غني ماجد الرومي. يلا حبيبتي انا اعتزلت الغرام اعتزلت الغرام الله. يوم الحبك تجنن يوم الحبك يتجنني انا 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 اعتزلت الغرام. الله الله الله. ايه الفنانة الجميلة دي اللي انا بقول يس. الله هي نانسي هي نانسي. انا اكيد بقول يس يس وانا بقول يس بقينا التنين يس. واري اقول 2000 نو يعني نو. حرام عليك دي فنانة يا حبيبتي. ما عندك مواصفات عرب ايدل يا حبيبتي. نديها فرصة تانية نديها فرصة تانية نديها فرصة تانية نديها فرصة تانية نديها بلاش فرصة تانية بلاش فرصة تانية بلاش بلا خليها تغنينا لحدا بعد. غني حبيبتي لمين تغنين؟ في غني للست سميرة السعيد. الله ده اختيارك للفنانة الكبيرة سميرة سعيد يا نمي عن فن واختيار سليم جدا. وانا بقول الجمال ده ايه الجمال ده يما ايه الجمال ده؟ حسن ايوه خلاص يا حسن خلاص يا حسن سمعني يا حسن سمعني يا حسن توصل لي راسي يا حسن عادي يا حسن. يلا حبيبتي غني لسميرة سعيد. انا رجع يا اغلى حبيب بقول لك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغي بقلبك تقضي ويايا. ما شاء الله. انت بتقول ايه يا نانسي؟ انا بقول ونص. وانا برضو بقول يس ونص بقينا 3 يس. او انا اقول 3 نو. يعني 3 ب3 تعادلنا. يعني ما بقاش قدامنا الا ضربات الجزاء. هي الكره فين؟ انت ما عندك مواصفات عرب ايدل. روحي كوميكاز انت ما عندك مواصفات عرب ايدل. طب بليز بليز بعد فرصه. اديها فرصه ثانيه. بعد دي فنانه باين عليها. يا فنانه نديها فرصه ثانيه نديها. طيب حبيبتي يلا فرصه ثانيه لمين تغنين؟
لك نانسي نانسي ده اختيارك ممتاز دي نانسي ما تتكررش اني نانسي واحده مش طاقه بعد اثنين يا سلام يلا غني نانسي حبيبتي اشتكي منه ولا بعد عنه لا تاني ولا ماني ما تنبت انا الله دنا بقول يس ويس 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 الله الله يس عد يا افلاطون عدي انت يا ميه حبيبتي يا حبيبتي انت برده ليه برده هيك ليه برده هيك حبيبتي يا احلام ما صحش كده يا حبيبتي ما عنده مواصفات عرب ايدل يا حبيبتي انا بقول قهوه نص انا حبيبتي الفنان لازم يكون فنان شامل لازم يعزف لازم يغني لازم يرقص يا حبيبتي انا في ارقص ترقصين لمين لمين ترقصي زي مين برقص مثل مريم فارس الله انا ليك روحي في كل شوقي بيجري عليك انا بقالي ساعه اقول لك نو يعني نو انت ما تفهمين الا بالقوه تعالي حبيبتي تعالي 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 ومن لم يمت بالسيف مات بعرب عيدل نانسي من امامكم وحسن من ورائكم تعالي انت نانسي عليهم يا عرب ده برنامج عرب ايدل مع احلام صار اسمه هرب ايدل لا يما حطالك حطالك لسانك مثل ما شفتوا مشاهدينا سكتش فريق بومبا كان رائع وضحكنا كتير فخلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق الزلزال نشوف سوا ضحكة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مرة وبقي برصيدهم $1,000 إذن الفائز معنا هو فريق زلزال الكوميديا مبروك الربح ورح نسلمكم أو سلمناكم شيك كبير بقيمة هالمبلغ ألف مبروك رح تتقسموه بيناتكم مبروك بس ما خلصت الحلقة وبعد البريك رح نستقبل ضيف فقرة كوميستار النجم أمير يزبك للفقرة الأخيرة بحلقتنا فقرة كوميستار وضيف كوميكاز الليلة أمير الأمير يلي فتش كتير عن أميرته ولما لقاها غني لها اسمحي لي بالرقصة الأولى وصارت هالأغنية على كل لسان وبعد زواج الأمرة غنى لولية العهد صغيرة بنته انتبه على بنتي وخلى كل باي يمسح دمعة ممزوجة بالفرح والحزن نجم المهرجانات اللبنانية الفنان أمير يزبك مساء الخير صلى علي أمير معروف أنه أنت عندك شعبية كتير كبيرة بس معقول وصلت شهرتك لأمريكا وأوروبا وشو خص إشابمان السيارة بهذا الموضوع أول بدايتي إيه؟ كان في معنا السيارة طالعين فيها على طريق الشام أوكي. وإز كان في معي شخص من ألمانيا وبتعرفي أنا أول بدايتي يعني فنان و كرافات وشايف حالي قد الدنيا معنا السيارة إزاز فيمي مش لقلنا مستأجرينها ومبسوط ومبسوط وإذا بتفوت فينا السيارة من وراء ما صار شيء قلنا لهم شكرا نحن ماشيين مسكرين الإزاز وعم خبر عن حالي أنا أنه شو عامل وهذا هو أصل لبناني جروب من ألمانيا
بتوصل اول سياره بتزمر با 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 بتسلم علي. اوكي سلم علي. ثاني سياره بس مسكرين الازاز، كيف عم يعرفونا؟ قال لي كيف عم يعرفوك؟ قلت له انا جمهوري حبايبي جمهوري بيعرفوني بشموا ريحتي. ثاني سياره ثالث سياره اي اوه يعملوا لنا هيك يا هوبرو. انا حماس صار يزيد. شو صاير؟ وقت تفت فينا السياره الشابون تبع السياره طلع على ريزرفوار ولعت السياره. صار يقول لي طفي السياره، هن عم بيقولوا انه هذا عرفتوا. نحن هون بكوميكاز ودائما في ضحك، فالمقابله منا كثير تقليديه، بدي عزبك تقلد لنا فريد الاطرش. الموسيقار الكبير الراحل مهندسنا. بدهم بعد. علوش قالوا لي بتقلد علوش كثير. من المعلومات كلها ايديك احمي تسليك. ايه رحت امبارح لعند عم الدرندي ايه للي بيلعب عروس لبني وانا بحب الاشبيكار وشافي او يا شافي او يا مسوسا حل خالي او علوشي بدي حبك وزق بلارين. اهلا بالدكتور انطوانيت. نحن بالمستشفى كنا ناطرينك، تفضل يا دكتور. تفضل تفضل هي لحضرتك. كيف هيدي؟ برقبتك. ايه هون. ايه وهيدي وهيدي. تفضل 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 خلي عنا. اوكي دكتور. ايه تفضل تفضل دكتور. هلا بتعرف يا دكتور ولا عندي حالة مستعصية جوا رح اشرح لك عنا. تفضل تفضل دكتور من هون. تفضل دكتور. دكتور رح اشرح لك عن المرضى اللي عندنا. تفضل 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 دكتور. سامع؟ شايف هيدا اللي بالنص؟ نعم. هيدا المجنون مولد. مولد مولد. نعم. صبي او بنت؟ لا دكتور هون مش مستشفى نسائي، هيدا مستشفى مجانين. هو مولد يعني موتور كهرباء. وتخيل كم مرة تنقطع الكهرباء بالنهار. كل ما انقطعت بقلي لك استاذ امبير. ايه قصدي اقول يا استاذ امير. اقول لك هل في شوي ما ندحسه؟ وين حطوا هذا الفيش؟ يا دكتور رح اقول لك. أيوة. عن تاني مريض، المريض يلي واقف بالنص. نعم. هلا هو كان ميكانيسيان وكل ما دار موتور هيدا بيركض هيدا بده يفحص له زيته بالشيش. خبر. انا ماني معقد من الحريم بس كل ما اشوف وحده بنزل تحتها هيك تشوف اذا كان ضربها الهريين. حالتهم مستعصية ما هيك حكيم؟ جدا مستعصية خاصة هون. حكيم شو رأيك بالنسوين قبل ما نروح على تالت حالي؟ استاذ امبير لحظة لحظة تفضل. لعلك شو عملوا في النسوين ومرتي بالتحديد؟ شو عملوا؟ رونو. هيدا ركبت له ماركورة مثل ما شايف. شوف فيها ان كنت عزمة رجال تراي اذا عندك رجال ومنه من طينة رجال لو حبك وقعني بورطة قام علي وجابوا الشرطة الحرمة لما تكون مرتبطة تحلى بعين الشباب. لحظة
نجح يا استاذ امبير. قال لي وين بدنا نضحك وين؟ روح لهونيك انت تفضل حكيم. بس انا مصره على رايي انه كان لازم تعمل مطرب. رح اقول لك عن ثالث حاله. قولي. هيدا شاعر المستشفى. يعني هو فيلسوف. شاعر وفيلسوف. هو الفيلسوف تبع المستشفى، بس طبعا فلسفي على طريقته. قول يا ابني. في حكيم بيقول، حكيم كبير بيقول، انا شكيت فاذا انا موجود. موجود. انا شكيت فاذا انا دبوس. كرسي. رح اعطيك شغله، رح اعطيك غنيه انا كتبها من عندي. اوه. وهيدي بتساعدك تطلع لفوق يهتموا فيك. اوكي. فيك تغنيها ساعة اللي بدك. لك وين؟ بلا ما تزمري عاجز فتت فيكي. فتت فيكي ورغم جهلك صرخت فيي وصرخت فيكي. جبتي لي الجرصة وراح اقولها بدك شي ارصع صوله. جبتي لي الجرصة وراح اقولها بدك شي ارصع صوله. لعنت الساعة الفتنة فيكي تضربي لي مغشاكي بتسوقي على ماكي والدفتر اللي اعطاكي كان لازم جحشي يعطيكي. تضربي لي مغشاكي بتسوقي على ماكي والدفتر اللي اعطاكي كان لازم جحشي يعطيكي. هيدا مجنون مثلنا. هيدا فكرنا الحكيم اتريك مثلك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكاز اللي شاركوا معنا الليلة. أنطوانيت عقيقي، فادي شربل، ريمون صليبا، فادي مارون، ندى طرباي، جابي حويك، وإطلالة خاصة لعلينا أحمر. كمان بشكر الفريقين المساندين وألف مبروك للي ربحوا، وطبعاً الكوميستار أمير يزبي. انطرونا كل أسبوع بجو جديد وضحك على الأكيد مع نخبة من قلب على الكوميديين بلبنان. نختم حلقتنا مع الفنان أمير يزبي بأغنية الحوار. باي باي. بين حل العقد صعب والحوار مطول والضحك عدقون الشعب رح بضل مكمل. بين حل العقد صعب والحوار مطول والضحك عدقون الشعب رح بضل مكمل. كل من قاعد عام تراسه عم بنفس يلي براسه. كل من بدو هالبلد عقياسه تقصر وتتطول. بين حل العقد صعب والحوار مطول والضحك عدقون الشعب رح بضل مكمل. كل المسؤول
فجأة غلوا التصريحات واحتلوا كل الشاشات أجلوا كل الجلسات ورجعت من الأول شو الحوار خلصت روحنا محل يخلص الحوار